persone. Stella nara sei del mudiri shishi shwaya. تفضلي. عملنا لافيش البرا زيدا عملناها البرا وصلنا وتلمتي دي بروشور مطويات حتى نوريك لا 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 تلمتي صنعوا تلمتي او تلمتي ايش عملوا تفضل ازوي هاي جا حضور غفير ما شاء الله. اي بيه انا نحيت لهم التصاور اللي يجموا يلقاو فيها ما يستدلوا على ماده ولا حاجه جبت التصويره نتاعها نتاع الدواء نتاع حاجه. اي نعم. يوليو تجينا ننفعوا ونضروا. اي. ان شاء الله. يا مريم عندك بورتابل شكون عنده بورتابل يصور؟ خاطر عملت فرق. نقصوا هالسي نقصوا هالسي السلام عليكم احنا باش نعرفوا بروحنا قبل انا الدكتوره هاديه قطبي المناسبه الجهويه البرنامج الوطني مكافحه التدخين والادمان في الإدارة الجهوية نتاع الصحة في سياطس تابعة لوزارة الصحة، عندنا برنامج باش نشجعوا العباد يحبوا يقلعوا على الدخان والإدمان، الله لا يبقيكم هو لا محالة مزيكم صغيرات وإن شاء الله ربي ينجمكم، ومعايا زميلتي أنا اسمي سناء كمول ممرضة منسقة بمركز الطب المدرسي والجامعي، وإحنا اليوم جينا باش نعمل لكم حملة تحسيسية على الإدمان. مرحبا بكم انتم وان شاء الله تستفيدوا. في اللقاء اللي تعملوا لي الاحضار باش كل مره تحسنوا في حتى احنا نحبوا شكون اللي يحضر لنا حاجه. تفضل يا سي بلقاسم تفضل. باش نحسنوا الماده اللي تقدموها باش كل مره اي حاجه تشوفوها فيها بلو فيها اي ضريبيه تقولوا لنا عليها واحنا نفسروها لكم. مدام هادية بلي نحب نقول كلمة زادة هنا نحب نرحب بالدكتورة هادية القبي ونرحب بالممرضة سناء كمون على تربية الدعوة بالحق معناها تشرفتونا في إعدادية تعليم نوري نحب نرحب السيد المدير سي بلقاسم بن عكاشة اللي ديما يشجع فينا في النشاط الثقافي النشاط الثقافي راهو مهم برشا في الإعداديات مهم للصغيرات
خاطر في برشا معناتها حاجات تحسيسيه ويفيدهم حتى في قرايتهم في الروح المواطنه في برشا حاجات. دونك انا نخدم انا استاذه تعليميه نقدم نفسي انا استاذه تعليميه في اعدادي تعليم نوري ونخدم في مشاريع عالميه في مايكروسوفت وفي التوائم الرقميه ومشروعي اللي نخدم فيه معناتها يخدم على اهداف التنميه المستدامه الاجتماعيه والهدف اليوم هو لصحه جيده. دونك احنا جبنا الدكتوره والمرضى باش نحكيوا على موضوع مهم جدا في سن المراهقه اللي هو الادمان. ان شاء الله الندوه تكون قيمه وتستفادوا منها اطفالي انا نقولهم اطفالي اطفالنا الكل وان شاء الله تكون ناجحه. اعطيك الكلمه. ما عرفتش علاش احنا اخترنا موضوع الادمان عخاطر الادمان ان فليو معناتها وليت مشكله كبيره ياسر وتفشى بسرعه غريبه 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 على الاخر. احنا قبل في 2009 كان نسبه الادمان عند المراهق عند ندمان كل 3%. تعرف اللي هي وصلت تو حسب رايكم قديش وصلت؟ 9.2%. وهذه حاجه انكيتون على الاخر، حاجه تخلينا نخافوا على صغارنا على مستقبلهم على خاطر يساوي مدمن يساوي مشروع متاع انسان وفاء. لكن ديما ثم نافذه للامل، ديما ثم حتى اللي وقع في الخطا انه يجم يخرج منه. واحنا الطب ولا السلك الصحي وكلنا ومربين والاداريين كلنا نجريو لمصلحه وليداتنا. انتم كلكم وليداتنا، مش نقول المراهقين. اي بها احنا مش نقول قدموا اليوم هذه سلوكيات الادمان لدى المراهقين. علاش احنا نقولوا اخترنا المراهقين؟ لا علاش يا خالد؟ علاش المراهق بالذات؟ علاش؟ على خاطر؟ عاد شوي صحيح يعطيك الصحة. شو يا خالد؟ أكثر فترة حساسة هي. وشو آخر؟ الطفل في المدرسة اش كان يعتمد على شكون يعتمد؟ يعطيك الصحة. وكي يتعدى الإعدادية ويحب يعمل على نفسه. صحيح. على خاطر فترة المراهقة هي فترة التغيرات الفيزيولوجية. تعرف شو معناتها سن المراهقة؟ سن المراهقة يقابل اللي يبدا يدخل فيه الطفل سن المراهقة يقابل سن البلوغ، اللي يبدا جسمه يتغير وعقله يتغير وعاطفته تتغير. وهذايا السن هذايا هو السن حساس ياسر فراجيل بالفرنسي. دونك فيه المراهق معرض برشا حوايج. أول حاجة هي مرحلة صراع، صراع عميق بين مكتسباته اللي اكتسبها في سن الطفولة اللي هي حماية والديه على المستوى المادي على المستوى الأدبي المعنوي، ما عنده وين يمشي بأي حاجة، حماية المربين نتاعو. في سن المراهقة المراهق يحب هو يثبت ذاته يثبت الهوية نتاعو يبرز استقلاليته حتى ولو نسبيا، على خاطر هو ما يجمش يكون عنده استقلال مادي، ديما مش يقعد تابع لوالديه، ديما مازال صغير، لكن يحب يحافظ على هيك اللي كسبه وقت الطفولة الحماية هذيك، لكن في نفس الوقت عنده استقلالية ولو نسبية، وهذيا باش يخليه يجرب في برشا حوايج ويجرب برشا حوايج من بينها المخدرات. توا باش نعرفوا عندنا رسالة تثقيفية نحبوا نوصلوا هيكم اليوم. شنو هو الإدمان؟ شنو هي مشكلة الإدمان؟ الأبعاد نتاعها علاش من شنو متكونة؟ شكون هما العناصر اللي تتكون منهم مشكلة الإدمان؟ على شكون هو اللي يوقع في الإدمان؟ علاش يوقع في الإدمان؟ أيوا شاكرة. وكيفاش؟ وعلاش؟ كيفاش؟ وعلاش؟ والوين هيك هو بالذات علاش مش ناخر؟ والأخطار نتاعها؟ وشنية كيفاش نجمو نعالجوها بشكل سليم من غير ما نضرو بهذا الشخص. وتوي كي نحطكم تعرفوني الادمان، شكون يقولي الادمان شنو؟ تفضلي. حاجة ما تنجمش تبعد عليها. ايه صحيح، حاجة ما تنجمش تبعد عليها. شنو مثلا؟ صحيح؟ ايه باش تنحيها، معناتها تنجم تنحيها، ما يقولها والله.
عندكم حاجة تحبوا تسألوها؟ أي حاجة تحبوا تسألوها هي واضحة؟ ما عندكم حتى حاجة تحبوا تسألوا عليها؟ إيه الحمد لله. أنواع المخدرات، هل أنواع المواد المخدرة شنيا؟ يا أخي المخدرات أنا ولا أنا نعرفهم. ايه مريم ايش اسمها مخدرات شو هي شباب يعرفوا خير مني. وتم بيشيروا خير منك. الكوكا ليه يحضروه من نبات الكوكا. من نبت بتاع الكوكا كولا من نبتة الكوكا. وتم نبات القات والله ينعموش بالبيئة ما هيديه يستخدم بالأرق نورمال ما. لكن هما يستعملوه في كمادة مخدرة. وعنا بخلاف اللي طبيعية. تم لسمي سنتيتيزي مصنع ومش مصنع هذايا هو الكنابيس وهذايا عندي سؤال يا مدام يا مدام هديه انا عندي سؤال تو احنا ليه شنو انا عندي سؤال علاش انا لازمني نعرف انواع المخدرات على خاطر باش ما تحصلش فيها هذا سؤال معناتها علاش الدكتوره ترى توري فيكم في الانواع نوريكم ما هو هذا نبات القنب اللي هو الكنابيس اللي هو الزبلة المشهورة جدا اللي يشريوها هي حشيش وما درس مرة في مجتمعاتنا مش قاعدة تتباع كل حشيشة الزبلة هي قاعدة تتباع يحطوا فيها دبيات بيحطوا فيها باش تزيد الاعتماد أكثر ويولي اللي يحصل فيها يولي يلوج عليها أكثر كيفاش صنعوها كيفاش يعملوها ويرحيوها كما نركيها ويستعملوها في السيجارات الرولية هذيك تلقى عنده أوراق تعرفوها تنفيت وهكايا لكحل وينحيو منه ريقة هكا ويلفوها شكون يعرفوا؟ يا بيه أو بيه تعرفوه الكل كيفاش تعرفوه؟ كيفاش تعرفوه؟ والله عندهم معلومات ايوه ايش بيهم تحطش نبيت القنب
مش نبات مقنن، هذه تعرف شنيا ولا هذه الكبتاجون، علاش مصورين معها هذا؟ خاطر هذه يسميوها الدروب نتاع الجهاديين، هذاك كيما اللي مشى في عمل عمليه انتحاريه في سوسه في لوتين، هذه تاع تأثير الحبوب هذوما، هذه مش نبات مقنن، هما يعطيهم الحبوب يوليو يعملوا حوايج ما يفيقوش روحهم شو قاعدين عاملين. بعد عنا هذه الكبتاجون يسميوها، هذه المخدرات المصنعة، المخدرات المصنعة هذه النباتات، هذوما نباتات تصنعون كيما تصنعت من عصارة نبات الخشخاش وتعرف بمشتقات الأفيون. الأفيون هو المادة الأصلية، المشتقات بتاعه هي اللي تعرفوها الثوم، المورفين والهيروين والكودين، وثم المذيبات المتطايرة. تعرفوا شنو هي المذيبات المتطايرة؟ لي سيبستونس فولاتيل في الفرنسي مثلا، هي راهي يستعملوها الزويه ولا الزهر، اما خاطر ديجا هما حاولوا رامي يحطوهم حتى ما يتباعوا. خمره الكولا، الكولا والتيليون، واحد الكولا هذوما يبداو يشموها. هذوما راهم التأثير نتاعهم راهو خطير خطير جدا، يعملوا تحشر في الرئه ويأثروا على المخ برشا، والصغير يوفى في ساعة وما يبداو صغار برشا تقام في الابتدائي ويبداو عندهم الكولا. وشفت راهو حتى قدام المكاتب كيفاه يحطوها وكيفاش يشموها، وخطيرة جدا جدا تحت تحشر. تعرف معناتها تحشر في الرئه، هكا الحويسيلات الهوائية اللي كانت تتحشر وتتنفخ وقت التنفس تولي من خشبة، لا تتحل لا تتسكر، ما عادش يلقى ريسبيراسيون تاعو، يعمل انسيدونس ريسبيراتوار ويموت في ساعة. هذه هي المذيبات المتطايرة. وثم وأوكي هذه الوفاة من أهم مضاعفات استخدامها، الوفاة المفاجئة، تلف المخ، الكبد، الكليتين، وتوصل حتى اللي ما يلقاش باش ينتحر. ويسبب الإدمان على المذيبات المتطايرة الاعتماد النفسي دون الاعتماد الجسمي، وعادة ما تنتشر هذه المواد بين الأطفال والمراهقين، لذلك راهي عندها خطورة بالغة، خاطر راهي تمسنا في الصميم في مستقبل بلادنا. هيك علاش احنا جيناكم، خاطر انتم مستقبل البلاد، انتم اللي الدنيا باش تقام على كتافكم، الأمل فيكم انتم ان شاء الله في ربي. عندكم حاجة تحبوا تسألوها على المخدرات؟ تعديوا حاجة أخرى معناتها؟ عليه وصلت طاقة مخدرة. نعم؟ عليه وصلت طاقة مخدرة. عليه أسباب. أنا باش نسألكم أنتوما، أنتوما أصحاب وتعرفوا بعضكم ومجيين أنتوما، باش تقولوا لي علاش يوصل مراهق باش يتعاطى المخدرات؟ حس على الأقل أنا عندي شوية، أما تجيبوا لي حاجة جديدة راهو. هذه أنواع المخدرات، هذا الهيروين، أنا نحيتهم نورمالمون، نعش شديد. أوكي، أنواع المخدرات، عندنا أنواع مخدرات بدون مواد مخدرة، هي مشاهدة الأفلام الإباحية، تلقى واحد يبات للصباح يتفرش فيهم، ألعاب الكمبيوتر، التسوق، العمل، ثم ناس يطمنوا العمل راهو يوليو ديما يقولوا ما يحبوش، ما عندناش منهم يسلم، التعلق العاطفي والمرضي. تلقى واحد يتعلق بشخص اخر بصفه مرضيه معناتها، الجنس القهري، لعب القمار، اكثر حاجه نعرفوها، لما ناس يدمنوا الطعام والاكل والانترنت، مرض العصر. كل مدمن على ثلاثه. هيا شنيا هو حتى احنا عندنا شويه راه ولا محاله. انا نشوف شويه ولا يا دكتوره نخدموا عندنا مسؤوليات يدمنوا على هذا. اي اي شوفوا لنا طرق استعمال المخدرات شنيا؟ طرق الاستعمال خلينا نعرفوا الاسباب، يقول لك لو كل نعرفوا طرق الاستعمال نتاعها، اما المخدرات كيفاش الواحد يشري يدخلها لبنته؟ علاه تسي يجيو الزريره قديه؟ شوف الحبوب والكبسولات عن طريق الفم. اه يا دي لولا
بيدور في الجسم كامل والإنسان يخرب عروقه وزيد فوق هذا مش ديما الحقن معقمة راهو يستعملوا الحقن اللي يجي وتعرضهم لبرشا أمراض تو شوفوه من بعيد يهلك تخرب البدن هذه روح استعمال مخدرة هي الحقنية كيفاش ودوال مراحل الإنسان الإنسان كيفاش يولي مدمن كيفاش مراحل إدمانك هو اش باش يعمل أول حاجة اي شكون باش يجي يجي صورة
des images. شوية بش. سكر بيبي. باش تعطينا حد الاحصائيات على
على المراهقين من السنة 7 حتى البكء للبكء، وتعطينا نسب تعاطي المخدرات مع كل مادة في الوسط المدرسي. هذه نسميها مادة سباد، أول واحدة صارت في 2017، وهذه نقراوها من بشن خاطر ياسر، هذه نتائج المسح اللي صار آخر مرة، باش نوريكم حاجة اللي عندنا الحالات هذوما السجائر عندنا 54.4% تتراوح أعمارهم بين 10 و 14 سنة، هذه حبيت نوريها لكم، وعندنا الكحول 70% بين 15 و 17، والقنب 80، شفتها القنب فاتت الكحول وفاتت الدخان بين 15 و 17، المؤثرات العقلية معناتها نسبة تعاطي المخدرات قاعدة هكا طالعة، وربي يهدينا يهديكم من الكل ان شاء الله. وثم يدي الاكستازي اللي قالت عليها اصلا اكثر من القنب 81، خاطر هما افرموا يحكي يقولوا ثم ناس قاعده تبيع فيها حتى في قدام المدارس. ربي ان شاء الله معاكم يحميكم. دوافع الادماني انا حطيتهم لكم الكل، وانتم مش تبداو تقولوا لي شنو هما دوافع الادمان، ما تقراوش على الحق مش حطيت انا. هاي دوافع الادمان شنو هما؟ علاش الواحد يقدم على الادمان؟ أكثر من تعاطي المخدرة. سهر خارج المنزل، هو مش خبيش يسهر خارج المنزل. أصحاب السوق. لا، خلطة. الخايبة، رفقة السوق. هاي بيت شنو يا ترى؟ القتلية هيك، مشاكل أسرية. لونفيرونمون. خطط السوق زاد اكيد صح. هي هي تبدا تجربه. اي سيدي هذا هو اسباب الادمان على المخدرات اللي قلتوها لولا حب التقليد، السهر خارج المنزل، توفر المال بكثره، انخفاض مستوى التعليم يقص على قرايته بكري ولا ما يلوش حتى على قرايته، المشكلات الاجتماعيه، الشعور بالفراغ، يجي بيكون رايح تسافر برا والدراج مباحه كما في المغرب الكنابيس، ويجيك مدمن على الكنابيس، مجالسه رفقاء السوق، والمشاكل الاسريه، ادمان احد الوالدين، انشغال الوالدين، القسوه الزايده على الابناء اللي قلت لكم عليها اول مره يحب يثبت حريته ويثبت شخصيته خاطر والديه صعب معاهم برشا، القدوه السيئه من طرف الوالدين، حتى ابوه تلقاه مدمن. هو يتكيف أبسط حاجة، هو بالنسبة له الدخان بجنبه وكل شيء موجود، يجي يقلب بو. يبدل نتاعو شنو هي طريقه تاثير نتاعو،
لكن في الاخر ما عادش يولي يزور في البلدانات نتاعو، نعرف شكون ولايه دكا يبعث له يجي البلدان يسكاني ويبدل ويهز الوالدين جاي ب 17 معدل كالور وحتى سبعه ما جابهاش. معناتها عدم ابلاغ وعدم ابلاغ الوالدين بالنشاطات المدرسيه والجامعيه بالنسبه للطالب، هذوما من علامات الادمان. عندنا اثار جسديه، تلقى دقات في ديد، تلقى دي مش دقات ساعات بلايف واللي مخبه هكا كيما الدمالات تحت الجلده، مش تلقى وجهه اصفر، مش تلقى عينيه محوقه، مش تلقى خشمه، كل مش تلقى عندهم. هذوما الاثار ظاهره على الجلد بوضع الحقد، لكن خلينا للجلديه اللي قلت لكم هذوما اللي يحقنوا المخدرات وتبدا الحقن، تلقاهم مع بعضهم ما عندكش حقن من واحد لواحد. ليباتيت A بلوتو B و C السيدة، خاطر هذه تجيها التهابات جرثومية، خاطر ما تماش نتيجة. أول حاجة هو عنده مستوى المناعة يولي طايح، وثاني حاجة عدم الالتزام بالقواعد الصحية. مش نلقاو انتقال هذه الالتهابات الفيروسية، مش نلقاو الأمراض النفسية نتيجة هالمخدرات، باش يصير له اكتئاب، يصير له هالوسائل، باش يولي هذوما خاطر باش تتلف له مخه واعصابه كما قلنا قبيليكا. هذايا كل احنا قلنا سوء التغذيه، خاطر ما عادش يولي يعطيوها حتى سرود كما يطلعش للدار يشري به مخدر. وبعد المخدرات على السلوك، هذوما الكار اللي نشوفوا فيهم الميل للعنف، الشك والريبه، يولي ديما شاكك في العباد الكل، والا تلقاه منزوي منطوي وحده. هذا السيرتو هذا اللي حصلوه، يبدا ماذا بيه ما يمشيش للعباد، ماذا فيه ينطوي وحده، ما عادش يقرا، اهمال العمل، النظافه، الانتحار، اذاء الذات، الوقوع في جرائم السرقه، هذوما اللي قلتوا عليهم انتم كان عندكم حاجه تقولوا لنا. عناد الاسره ما عادش يهمه، اهمال العبادات، اهمال بر الوالدين، اهمال كل شيء، ما عادش يهمه في حد شيء. نعم مسلم قال لك يسلم في كل شيء. يولي يا اما شده اللي كلمه يشبك فيه، يا اما منطوي، يا اما يولي مهمل في دراسته، مهمل في اهله وفي والديه. يولي مش هو. يولي مش هو عبد اخر. هذا الفيزيك، عملت صور لنا هذا الفيزيك. نعم. يفقد السيطرة على روحه وعلى سلوكه وعلى أعصابه، خاطر هي المخدرات تتلف الأعصاب. مش حتى يقصد. هو مليان، ثم بنية ديال ميرمون سمعتوا بها، رميت روحها، علاش رميت روحها؟ ما نعرفش وين شدوها، خاطر هي عاملة سيجار وظاهرة ولا شنو، قالوا لها أبوك جاي نكذبكوا عليها، خرجت في شهر رميت روحها من البلكون. لو كان جا واحد نورمال يعمل هكا في ناس قداش هي مسيطرة عليها المخدر. طرق الحصول على المخدرات، شكون يشري المخدرات؟ سرقة قال لك. ايه سرقة شو هذا؟ منين تجي؟ مروجين. ايش كانوا هما المروجين؟ أصحاب. أصحاب؟ تلميذ كيف كيف هذوما في المسح الوطني تلامذة 32% من اللي بيعوا تلامذة 4.9 عامل بالمؤسسة التربوية هذا في تونس و 32.8 حيت آخرين الله أعلم يجيو يدوروا دي كلوشار قدام النسيات ويبيعوا به. الأعراض الإنسحابية سوا احنا مدمن وهداه ربي قال حد خير بطل اش ماشي يصير له شي حس قال يا سيدي انا حصلت ضحك عليا لازم يلبك خان طايش المخدرات هذيا والا مش غير المخدرات وخان بطل ما عادش نلعب شنو اللعبه اللي قلت لي عليها ما عادش نلعب بنزين والا خلي ما عادش تعيد دفعه ايش يجم يصير له ايش كيف العلامات اللي مش بتصير بدنا كل يوجع فيه حصيلوا هذه العلامات تبدا 12 ساعه توصل ذروتها بين 36 و72 ساعة، توتر، يولي على أعصابه ومهيج وماذا بيه يشري الشبوك، ورعشة كما قلتوا أنتوما ورشفة، عنده ارتفاع في الحرارة وتعرق كثيف، فقدان شهية، شعور بالدوار والرغبة بالتقيؤ، الرشح، تعب والأرق، آلام عضلية، هذا شنو جاتي؟ قلت بدهم
شيء ثم التهابات تصير وكانت تجي هيك المخدر يكميها يريحها ايه ما تصيرش ترتفع الحرارة الحرارة راهي نورمال مو وسيلة دفاع للجسم ما هيش حاجة مشومة معناتها ساعات نوع بتاع الحرارة ما بدينا شوية حتى يخلينا نخرجوا من أمراضنا لكن عنده حدود غير ما يتخطى حدود معينة ترتفع ذروتها مثلا واحد ياخذ في الكوكايين يشم في الكوكايين وما يعرف يستعمل شيء يصير الوقت وما يستعملش الدوسه نتاعو بعد 12 ساعة يبدا ما عادش يجب يبدا معناتها يظهر عليه الاعراض هذوما لكن يوصلوا الماكسيموم نتاعها الذروه نتاعها 36 72 ساعة تفرجتوا عليهم عاد في الافلام وتعرفوهم كيفاش يوليو تقلصات معوية وأسهال أي طرق الوقاية من المخدرات عندنا وقاية درجة أولى ووقاية درجة ثانية ووقاية درجة ثالثة الوقاية الدرجة الأولى اللي قاعدين نعمل فيها احنا التدقيق الصحي قاعدين نقولوا مش معناتها مخدرات فهموكم شنو هي المخدرات باش ما تحصلوش في البياج ما تحصلوش وإن شاء الله الرعاية والاهتمام منا من المربين من الوالدين من بيئتنا كاملة في أي مستوى يزمنا أنتم تحطوكم في عينينا ونستحضوا عليكم ونفهموكم كل شيء مش عينكم عليكم ونقولكم كيفاش عملتك فهمة باش أنت ما تعملوش أنت واعي أنت فاهم عليش ما يزمكش تعملك التغلب على الضغوطات النفسية الإنسان يبدأ عنده إرادة عزيمة فمش نسمع عنديش مشاكل ما جيتش معدل يخدم على روحه مرة جاي يجيب أم وأبوه متعبين ربي إن شاء الله يهديهم ويلقاو حل في حياتهم ما عندوش فلوس ما كل إنسان مر بظروف معناتها هذا كيفاش ممارسة الرياضة خاطر نشوفوا الصغار ما عادش تحب تمشي تشارك في النوادي الرياضية وتلعب ولا تحب كان كوت كان الإنترنت كان الفيسبوك كان التيكتوك عدم تناول المسكنات وأدوية الاكتئاب راه ولات بطريقة سهلة جدا لا هذا يكتئب بوقت الامتحان أي يعطيها هكا شوية حتى الوالدين نعم يحصلوا في البياج يعلموا صغارهم ساعة لا راهو يتوتر ياسر في الامتحانات وراسه يوجعوا ويولي ما يجرش يرقد خلينا نعطيه حتى نصيفه طويبة يرقد بيه ويستانس هكا الصغير ساعات الوالدين راهم يحصلوا صغيرهم في البياج هذايا ونبداو توا نمشيو طرق درجة ثانية اللي هي هذه يلزمنا نكتشفوا حالات التعاطي اذا كان واحد لاحظنا عليه علامه غير طبيعيه يلزمنا نديوي ويلزمنا نوقفوه من الاول قبل ما يحصل في فخ الادمان وهذه بعد عندنا الوقايه من الدرجه الثالثه هي تاهيل المرضى هذه ثم ناس وقعوا في الادمان وراهم داويناهم يلزمنا نتاهلوهم باش ما عادش يحصلوا مره اخرى خاطر اللي حصل مره ولا مدمن راوسي بفاسيل باش يقلع على الادمان وين فوا يقلع يقعد ديما شخصيه هشه سالب التاثير عليه يجب يرجع اتوما يجب في اي غش ولا حاله اي اشاك ولا اي حاجه غير طبيعيه تصير في حياته يعاود يرجع من اول وجديد ولا كان عاود يرجع راهو صعيب انه اصعب من المره الاولى تولي ديما ان شاء الله نعملوا هالطب المختصين ولا اي برامج العلاج بالادمان عندنا نعملوا يا اما دورات تعليميه نفهموا العباد على الادمان اذا كان حصل يمشي يستشير طبيب حتى مره وما عادش يجرب ثم علاجيات السلوك معناتها هذوما لي سيكولوج مش لي سيكياتر اخصائيين نفسيين كيما سليمان الابيض نتاع حتى يمشيوا له يحكوا معاه هذايا يعملوا لي ثيرابي كونيتيفو كونفورتمونتال نسميوهم علاجيات السلوك هذوما ويعلموا كيفاش هذوما توا ولاو نتاع التنميه البشريه خيرات ربي معناتها كيفاش يتعاملوا مع يعلموك السلوك البوزيتيف ونحي النيجاتيف وحط البوزيتيف وكل شيء وثم جامعات مساعده ثم ناس حصلوا يعملوا جروبات باش يعاونوا العباد الاخرين باش ما تحصلش ولا باش يخرجوا من فخ الادمان وثم علاج الانسحاب معناتها هدية يصير في مركز نتاع علاج الادمان هذا هو زيت السموم ووقف تناول المخدرات بأناء وعندنا يا سيدة تقييم مدمن المخدرات صحيا يجيك المدمن راهو باش تشوفه كله ماشي انا طبيبه جاني واحد مدمن راه لازم نقيمه صحيا ونفسيا ومعنويا وادبيا وكل شيء
هدايا فوق وزيد علاش صحيان؟ لو احنا قلنا على هذوك المعنوي والنفسي وكل لو هدايا الفيروس نقص المناعه خاطر الزريره اللي تحوس نقص المناعه الايدز التهاب الكبد الوبائي اللي هي السيدة الايدز مرض السل الامراض المعديه الاخرى الكل اللي تجي من الجيع عن طريق الحقن على خاطر راهو اكثر واحد مشهور هو السيدة والليباتيت التهاب الكبد لكن ثم امراض اخرى برشا راهو وبعد برامج علاج الادمان هم هذوما باش نوريه لكم هاكا طبيب نفسي مختص نفسي هذوما الجماعه علاج السلوكيات هذايا العلاج السلوكيات يمشي شكون يحكي حطوا على ديما يا اما نعطيوها تعويضات مخدر ضعيف شويه ونقعدوا حتى نسحبوه شويه بشويه من بدنه وعندنا هذايا العلاج الجماعي اللي جروب اللي يتلمدوا مع بعضهم ويعينوا بعضهم باش يخرجوا من الادمان تقاوموا مدمنين جينيرالمون يعملوا دي جروب باش يخرجوا من الادمان وبعد عندنا هذوما جوست هكايا حبيت المضاعف مبادئ علاج الادمان مش مهم معناتها بالنسبه ليكم خاطر باش معناتها كيفاش نوصلوا للعلاج انتم بزاف صغيرات برامج العلاج من الادمان مراحل انت واحد ماشي يحب مدمن يحب يقلع يلزم اول حاجه يتخذ قرار خاطر هي الاراده هي اكثر حاجه هي تفوق كل شيء عنده إرادة يشوف الإيجابيات متاع تعاطي المخدرات والسلبيات ويقرر أنه يقلع على هذاك المخدر اللي يتعاطى فيه ويعطي روحه ذات يسوفيكسين ذات تبدأ عنده موتيفاسيون عنده حافز ويعمل روحه ذات ويبدأ من هيك الذات يقرر يتغلب على الإدمان وينقطع فيه ويهيئ البيئة المناسبة المحيطة بالمدمن للتعاطي ويحط برامج باش سيء يعمل برنامج باش نحيي كذا نعمل كذا نعمل كذا هكاكا يلزم كل هذوما نتاع يعملوهم نتاع التنميه البشريه برشا باش كونساي يعطيك كيفاش يقول لك موتيفي يلزمك تكون موتيفي تقرر تنحي تحط روحك الذات وقتاش تنحي وتبدا من هيك الذات تخدم على روحك تخدم باش نحكيو توا شويه على الدخان حبيت نقول لكم على الدخان خاطر الدخان هو بوابة التعاطي اول ماده واسهل ماده وعلى بورتي تاع الصغار الكل هي الدخان والمشكله راه الدخان كانوا قبل كان الاولاد عندنا يمكن البنات توا لامود لامود اي توا 28.6% تاع لي ادوليسون مدمنين على الدخان نبداو يبلغ عدد المدخنين في تونس 3.5 مليون اللي هو ثلث مجموع سكان تونس اللي احنا 11 مليون و7000 منهم وبين ال10 و70 سنه 7000 منهم يموتوا سنويا من جراء التدخين وهذا معدل 20 وفاة في اليوم ناتج عن التدخين رايا وعندنا في الدخان السجائر تم 4700 ماده منها 60 ماده مسطنه هذو هما مكونات الدخان الامونياك نستعملوه في التنظيف النيكوتين اللي هو بيستيسيد نقتلوا به البارازيت في الشجر التوليين مدير صناعي لاسيد سيتريك اللي عملوه في الشمع الكادميوم في في البطاريات الطلاء هذاك الميثانول في وقود الصواريخ اكسيد الكربون تاع الكوب الميثان غاز المجارير والحمض الاستيك في الخشب شوفوا منيش متكون معناتها شوفوا منيش معناتها اتعس حاجات في شفتوا شيء انا اول مره نعرف معناتها والدخان هذا يجم يكون هو نورمالمون تدخين حصه وحده راه انا دخلته شويه التدخين يكون ارادي معناتها واحد يشد الدخان ويتكيف ولا حتى اللي يقعد في جروب نتاع مدخنين اذا كان بحذيه ثلاثه يتكيفوا يتكيفوا كل حد دارهم كيف دارهم الغير ايش يقولوا له هل ارادي هل غير مباشر سلبي سلبي ولا ايش يقولوا هيقوم التدخين عندنا في الدخان اللي وريتهم لكم الكل تم ثلاثه رئيسيين اللي هما اكسيد الكربون سي او اللي هو القطرات والنيكوتين اللي تعرفوها الكل تعرفوها ولا العلامات الدالة على شدة الإدمان على الدخان حسيلو مش نقول لكم عليهم أول حاجة القطران هو اللي يعمل السرطان أكثر واحد والنيكوتين هو اللي يعمل الإدمان الاعتماد النفسي والأكسيد الكربون هو اللي يسد الشرايين
ويعمل الجلطات ويعمل هيك وما نحن يجبون. أما شكون تلقاه مدمن على الدخان مصيبة كبيرة برشا. أنا حبيت أقول لكم هيك بك تلقاه يقوم على الصباح أول حاجة يعملها قبل ما يشرب قهوة قبل ما يغسل وجهه يجري كيفاش يدخل يخرج برا يعمل قهوة. هذيك تعتبر أكثر حاجة اعتبار السيجارة الأولى فور الاستيقاظ من النوم أكثر السجائر إرضاء من المدخنين. تعرف واش علاش؟ خاطر هو في الليل كي يرقد نسبة النيكوتين تطيح في الدم نتاعو ما دخلش نيكوتين البدن. طول ما يقوم الصباح يصبح يتلهف باش ياخذ المادة المخدرة. أول حاجة يبدا يعمل قهوة الأول ساعات يلحق القهوة الثانية يبدا ربع ساعة خاطر تبدا النسبة تطلع بشوية تزيد تطلع شوية حتى يوصل النسبة اللي تريح في دمه تريحه. هذه الإفراط في التدخين أكثر من 25 سيجارة في اليوم اختيار السجائر عائلية النيكوتين. ثم توا وحيد يحكيو عليهم يجيبو فيهم من الجزائر يقولوا راهم النسبة نتاعهم مرتفعة برشا ولا نسميهمش أنا. أخذ الصحبة بعمق سفة تدخين أكثر من سيجارة متعاقبة تلقى خايف لا يبعد من غير دخان ماذا بيه يخبي قاروين الغدوة الصباح يلقي يعرفوا مش مصلين يتسلفوا من عندهم جيرانهم صحيح ولا لا؟ ربي يسترهم. هذوما تأثير الدخان على البدن القلب كل شيء موجود القلب هذه أهم حاجة هذه أهم حاجة السنان الفم ريحة كريهة الصداع نسبة ارتفاع نسبة الكوليسترول المعدة سرطان سرطان الرئة اللي هو أول سرطان يقتل الرجل توا ونبدأ نحكي دواتع التدخين هذا من اللي حكيتوا عليهم هنا خليتهم كلهم مع بعضهم تساهل الوالدين دي ما حكينا ساعة المخدرات وكل التقليد الأعمى الوالدين هم الرغبة في المغامرة الاقتناع بواسطة الأصدقاء توفير السجائر توفر السجائر في الدار وحب الاكتشاف كذا حضرنا وين اللي نحكي شوية عن الدخان بس بالسليم هنداي منافع شو منافع الأقلاع عن التدخين؟ راهو حتى اليوم بعد التدخين يقول لك شو فك علي العسول اش باش يصير لي برا قداش يحبني قداش يحب لي باش نستانس من غير دخان راهو ضوء ما يتنحى ما عادش كيف في سك مش تقدر مش تكون عنده مش علامة. تكون عنده منافع منافع أول حاجة بعد السيجارة 20 دقيقة الدم ضغط الدم والقلب يولي عادي 8 ساعات تنخفض نسبة السيو في الدم 24 ساعة قالوا لك شنو السيو شنو معناتها السيو قال لك قلت لكم عليه اكسيد الكربون اكسيد الكربون كيفي حتى بالعربية يحطوا لك سيو ما نعرف حتى بالعربية يقراوا فيزياء ولا سيونس يحطوا لك سيو ينخفض لا هيك ثاني اكسيد الكربون هذا اكسيد الكربون ينخفض خطر الاصابه بالذبحه الصدريه والرئتين في 24 ساعه ينخفض ريسك النص في 48 ساعه ما عادش الجسم فيه نيكوتين بالكل في 72 ساعه يولي النفس نتاعو احسن والقصبات الهوائيه تتريجر من اسبوعين الى ثلاثه اشهر يولي الكحه تاع الصباح تتنحى وكاللهجه تتنحى وكذلك النفس يجري يتنحى من شهر الى تسعه اشهر هذاك هو الدخان كي نفسوه في القصبات الهوائيه ثم شعيرات باش تنحي الغبره باش تدافع على هيك الشعيرات يقتلها تنمو من جديد وعندك في عام ينخفض الى نصف خطر الذبحه الصدريه ويصبح خطر الجلطه الدماغيه في مستوى الشخص غير مدخن خمسة أعوام ينخفض إلى نصف خطر سرطان الرئتين هما في 15 سنة إذا كان يقعد واحد يقص على الدخان يقعد 15 سنة سيء يرجع عادي كيما كان مسكين وعمره ما كان. مدام هو مثلا ما يحبش ينحي الدخان كيفاش نقنعوه؟ والله هو القرار كيما قلت لكم الساعة يجي من داخل العقل عزيمة بالإرادة راهو حتى شيء يجي كيما الإرادة إرادة الإنسان يتحكم في كل شيء هو جينيرالمون يبدا سيرتو مراهق يقول لك مين محسوب قداش انت حتى نعيش وصلت 40 سنة انا وصلت 50 سنة ما هو لك عارف تجري والسنين تجري والنهار في الليل يلقى يما عنده سرطان يما عنده فصول رئوي يما عنده اي حاجة
الأمراض. من هذه الأمراض في موضع كل يوم في مطر. إحنا شنو إحنا ديما نتفكر ونسألوه. إحنا نسألوه إذا أنت في ليه تحب ونعطيه النصيحة. لكن في نهار من الأيام تشريك النصيحة تطلع وهو يقتنع ويجي هذا الراوم مدخل باش يطلع التدخين لازم يجي وحده ويقرر هو يقلع عن التدخين. هذه حبيت نحط لكم عن الأعضاء اللي تأثر عليها التدخين الكل. هذه أضرار هلا هذه متاع الكحول. هذه متاع الأضرار تعاطي الكحوليات. الكحول راهو يأثر على كل شيء. على الرأس على العين على الفم على الأسنان على المصابات الهوائية على المعدة على المدينة على الجهاز التناسلي على العظام كل شيء يعطي ضعف ويعطي أمراض في هذوما الكل. أنتم وخلت هدية راو يجي يعمل أوفر دوز كيما في المخدرات راو يجي يسكر سكرة قوية شوية يجي تما ما بنسميوها ديليريوم تريمانس احنا في الطب هدية يلزمو يطفى النعش مش لا سينو يجي يموت الكحول يجيبو الكليبي مش على خاطر يشرب برشا كحول يدخل للتواليت برشا وتكثر نسبة التبول معناتها الكليبي تولي تخيلات ربي لكن يتلف الكبد كذبة سكواية وهذه بتاع التدخين انا باكسبري خليت طفلة للتدخين عخاطر شوفك السنان كيفاش تولي شوف العينين كيفاش تولي شوف الرواري كيفاش تولي هذا هو الدخان اش يعمل الدخان يعمل سرطان اللي يدخل وكي يجي واحد يتكيف الدخان ليش تعمل سرطان الحنجرة تعمل سرطان الرئتين وتعمل سرطان المثانة اللي هما سرطان الرئة أول سرطان عند الرجل وسرطان المثانة هو ثاني سرطان مشان المثانة ايش كاتبولا ثاني سرطان عند الرجل وعند إدمان التكنولوجيا هو تعلق نفسي وسلوكي بالتكنولوجيا تتمثل في الصور التالية الإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي الهواتف الخلوية ألعاب الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة على مختلف أشكالها تعرفوها ما هو تقول لي جو فيديو سيرتو حتى لي ريزو سوسيو تقص الإنترنت ولا يكسر الدنيا ولا لابس المو على الإنترنت ها لابس المو هذاك لا يرددوا كل لعبة الحوت الحوت الأزرق. معناها وتم حرسهم وتم بنيات يصوروهم ويبداو يهددوا فيهم لين يوصلوا ينتحروا معناتها حتى ساعات هو يبداو مش هما يصورون حتى على حسن النية. الأضرار الناتجة عن التكنولوجيا الاضطراب الشديد في النوم ويبداو كبية الصباح يلعب وقاعد ديما على الأورديناتور يسمن عنده مشاكل في الظهر عنده يولي متشنج واضرار نفسيه ما عادش يولي عنده ديغولاسيون يكتفي بهذاك الفيرتيال هذا اللي عايش فيه ويقعد على العلاقات الواقعيه يغرق في عالم الخيال ما عادش تما اللي هما دايور تويكات ديما نكتبوا بها حتى يعملوها حتى يبارتاجيوها على الفيسبوك تلقى البو في تركينه في التليفون والام في تركينه والطفل في التركينه الاخرى وكل حد على روحه ونديري ما ثماش عائله في الدار هذا هو وعدم القدرة على التكيف في الواقع هذا هو ديجا احنا عندنا في بروغرام الويتيام اني لا بون كوندويت سوغ انترنيت عندنا بارتي نقريوهم على الشيء هذا على الانترنيت عندك شو كيفاش احنا مش نفصلوهم واحد كان يتعاطى بالتكيف قرص وليتين قروي في النهار بعد اربعه بعد خمسه بعد ولي بكر ما قلنا تكثر على الاول الفريكونس بعد تكثر المادة بعد يكثر الوقت اللي يقعد عليه أما هنا كيفاش في إدمان التكنولوجيا على الأول هو يولي متسامح مع الإدمان يقعد شوية يقول بلي خلينا نزيد شوية ما نسالش يعطي مزيد من الوقت يولي هذا باش يرضي الغرائز نتاعو مثل كافة أنواع الإدمان توجد فيه أعراض انسحاب إذا كان بعيد النقاء مثلا ماشي حتى في عرس ولا في حاجة الطبيب في ساعة يرجع كان تليفونه مش مؤمن ولا هيك اللعبة اللي على الإنترنت في الكونيكسيون ما تبي في ساعة حتى أربع ساعة اللي قضيته يرجع في ساعة اللعبة نتاعو
تلقى مستعد ما عادش حب الاصحاب لا وماذا بيه زاد الخدمه يقسي ماذا بيه ما عادش ما عادش حب يقعد مع دارها ماذا بيه كانش طول طن عليك اللعبه نتاعو يستخدم المزمن التكنولوجيا او الانترنت للتعامل مع اي نوع من المشاعر السلبيه والافكار الاكتئابيه هذوما علامات تنظر بادمان الانترنت تطويل المده نتاع استخدام الانترنت يولي ما يجمش يصبر عنده اعراض نسميوها انسحابيه ما عادش يسيطر على روحه باش يقسي على اللعبه ولا باش يقسي على الكونيكسيون حتى يبات له الصباح المهم يكمل ويولي يلوج على مثلا نوم وتقول له اخرج اقضيلي ولا مثلا يجي افطر يلوج على حجه اي مبرر المهم ما ينقطعش على هيك الالكترونيات نتاعو والعزله الاجتماعيه يولي ديما قاعد في بيته ما يصير تبقى عامل لك ايكرون والله انا نعرف شكون ولي بلازما كبيره دوز اورديناتور وما نعرفش قداش من كلافيي او ميم طون يلعب انا ما نعرفش قداش من لعبه ضربه هنا ضربه هنا ما نعرفش كيفاش فيه بلشي واحده دريك واحده ما نعرفش شنو واحده ما نعرفش شنو انا سيدي الاكرون مقسومه على اربعه ويلعب ما شاء الله حتى بريمون شكون هذا يا دكتوره هاديه حالك صورته جبت لنا التصوير نتاعو صوروا تعرفوا ودايا جيت سبعه في واحده لسنا سبعه وراهم كيف برك الله ما تبيع جيت امه يودي ليه لعب باش نعمل له خضرتي شريت له بلازما 42 بوس حطيت له على كبير وشريت له اورديناتور اخر صيحه وما عادش قداش من كلافيه والله موفرت له الادمان وما يحبش شكون يجي يطارهم زيد شكون يعمل حس وطارق عليهم نقصوا بس نقصوا بس ما شفت والله شيء مؤسف الله غالي اكبر احنا نضحكوا به هو فعلا شيء مؤسف خاطر هذه السيتي وفي مستقبل كان يجب يكون نبغى وينفع بلاد تاثيرات عامه هذه تعرض المراهقون لسرقه هويتهم على الانترنت يصبحوا مدمنين من خلال العاب الفيديو التي قد لا تعير اهتماما كبيرا لبروتوكولات الامن المطلوبه على شبكه الانترنت وهو ما يسبب بعض المشاكل مثل الاضرار التي تلحق باجهزه الكمبيوتر الخاصه بهم الوقوع فريسه للتخويف هذا الاحسنون اللي قلت لكم عليه للشخصيات الشريره التحرش معناتها راهو على شبكه الانترنت والذين يؤذون الاطفال والشباب لا سي مثلا من استعمال الالكترونيات رياضه مش نرشدوا استعمالها هكا ولا شنو يا ترى نملي وقت الفراغ بالانشطه الثقافيه ايش عملنا احنا تو يا سناي سنا عندنا بروجي بيلوت نعملوه في ليسي تقيت الزيت ان شاء الله هذايا من وزارة الصحة جاء البروجي هذايا ان شاء الله نعمل كيفاش ان شاء الله باش نملاو وقت الفراغ نتاع التلامذة وهذايا ان شاء الله تو شي تخدم في الدومين ما عطينا تو على الحاجتين فيها في سقية الزيت ان شاء الله ينجح هذايا المشروع تلقى المدير يعرف عليه حاجة ممكن هذايا ان شاء الله ينجح هذايا المشروع ونحطوها على الحاجتين عندنا اعتماد اسلوب حياه صحي مواعيد للنوم للاستيقاظ مواعيد تناول الوجبات تعلم المزيد والمزيد من المهارات المختلفه ما عادش تلقى بنيه تخيط ولا تطرز ولا تعمل كروشيه ولا تصور اذا ما وفيهم ما عادش مش ينقضوا ما عادش تقع قليل كل قبل بنيات تقع حتى نقراو لكن ديما بحدا ما ماتهم هاي بدك تخيط كروشيه كيفاش تطرز هيك ماذا بيا نعمل كيفها تو فاسد هي ما عندكم هوايات كمان حكيت لك انا ولا تحب تطيب مع تعمل دي كلاب لا تقابلنا احنا مثلا سنه اولى ثانوي ولا سبعه تو اساسي ماذا بيك تعمل خبز اللحظه وتحب تعمل كريم تحب تعمل حاجه برشا وفي تدخل دول في التليفون تمام دول مش ياسر هاي باهي جنبي كثر منك الناس ممارسة بعد التمرين
تم الإنهاك والتدريبات الرياضية وممارسة مجموعة من الأنشطة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة، خلق نسيج اجتماعي من العلاقات بشكل يثري الفرد، معناتها تم ديزاسوسياسيون، نخرجوا نسافروا، يقاوم فكرة الجلوس أمام الشاشة بكل عزم وقوة لخلق إرادة قوية واعية، التأكيد على دور الأسرة في تهيئة الظروف الاجتماعية، والعمل على منح أوقات الشباب ووضع برامج اجتماعية وثقافية جديرة بتنمية وعي الشباب وفتح مداركهم بشكل واسع. إن شاء الله نتمنيه هذا. عنا بعد تو باش نقول لكم، لا شك أن الإدمان مرض خبيث نفسي وجسدي ليس بالسهولة أو بالبساطة التي يأخذها البعض عنه، فنحن لم نضعه بعد في حجمه الحقيقي، لا محالة وضعناه راهو مدينة نوضوا فيه، وهو ليس مرضا تذهب به دواء أو حتى علاج لمدة معينة، إنه يحتاج إلى صبر طويل قد يمتد إلى سنوات، وأي خطأ في العلاج أو المتابعة يؤدي إلى الانتكاس. أتمنى أن ينظر للمدمنين والذين يتم ضبطهم على أنهم مرضى، خاطر عنا راي هذه فازة أخرى، إحنا الولي منبوذ، إنه هيك راهو كانت الزطلة ولا يتكلم، راهو الإدمان حد الآن بالنسبة لنا مرض. ماهوش ما نحبوش استيغماتيزاسيون، معناتها باش تو حاليا بالك شي تو نولي حتى انا كيفو بالك شي راك يسوق كلوشارك تعمل في المخدرات، احنا ماذا بينا ما نخليوش هو يجبد دليل، اذا احنا نجبدو للطريقه الباهيه مش الطريقه الخايبه، لانهم مرضى يجب علاجهم وليس مجرمين. وشكرا على المتابعه.